بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم على قناة الإسكولة التعليمية. إن شاء الله رب العالمين هنبدأ النهاردة الوحدة الرابعة، الدرس الأول. هنبدأ إن شاء الله الحلقة الأولى فيه. أول حاجة هنتكلم فيها النشاط الاقتصادي. نشاط اقتصادي يعني حرفة بيقوم بها الإنسان. طيب، أول حرفة هنتكلم عليها هو النشاط الزراعي. لو جينا بصنا مع بعض أي دولة اقتصادها بقوم على إيه؟ لو جينا بصنا كده مع بعض، ده فرد في منطقة منجم يطلع منه بترول أو غاز طبيعي. طب عشان أعمل الاقتصاد ده محتاج إيه؟ بترول ده مورد طبيعي، إنسان ده مورد بشري، والإنسان بيستخدم المورد الطبيعي ده إزاي؟ الكلام ده بيقولوا بقى ازاي؟ اهو الاقتصاد المصري او اي دولة بيقوم على ايه؟ اول حاجة خالص الموارد الطبيعية، الموارد الموجودة بدون تدخل الانسان فيها. اتنين، الموارد البشرية، الانسان وما يمتلكه من افكار وقدرات وامكانيات والى اخره. تلاتة، طرق استخدام الانسان للموارد الطبيعية أو طرق إدارة الدولة للإنسان. إزاي الدولة بتوظفه؟ إزاي الدولة بتستغل قدراته، إمكانياته؟ أي اقتصاد في أي دولة قايم على كده. طيب، نبص بقى مع بعض كده الأنشطة الاقتصادية، الحرف يعني اللي موجهة للإنسان المتعددة، كتيرة جدا. زراعة، راعي، صيد، تعدين، صناعة، نقل، خدمات، سياحة إلى آخره. طب أول نشاط هنتكلم عليه في مصر إيه؟ ها، فكر كده. تمام، الزراعة. ليه؟ ده الحرفة اللي بيعمل بها معظم السكان عندنا، الحرفة الرئيسية عندنا. قدام المجالات مرة تانية اهي، زراعة وثروة حيوانية وسمكية، تعدين، صناعة وتجارة، سياحة، نقل ومواصلات. ده أول حاجة قدامه، زراعة وثروة حيوانية وثروة سمكية، عندي تعدين، عندي صناعة، عندي سياحة، عندي نقل ومواصلات. ده هنبدأ نتكلم على كل واحد فيهم على حدة. هنتكلم زي ما اتفقنا على الزراعة، ثم الثروة السمكية والثروة الحيوانية، ونبدأ نتكلم على التعدين والصناعة إلى آخره. زي ما اتفقنا دلوقتي هنبدأ بأول حاجة بالزراعة. هو جامل التلاتة مع بعض، زراعة، ثروة حيوانية، سمكية. طب نبدأ ناخد أول حاجة كده مع بعض، الزراعة. ده الحرفة الرئيسية للسكان عندنا. ليه؟ أبص كده، أهم الأنشطة التي يمارسها السكان. اتنين، خلي بالك من الرقم، يعمل بها كم؟ أيوة، 29% من سكان مصر، يعني تقريباً ثلث السكان بيشتغلوا في الزراعة. اللي بعد كده، طيب ثلث السكان يعني 29% قلنا بتسهم في الدخل القومي ب 12 او 13.5%. سامع مش كتير، المفروض يبقى في تناسب في يعني 29% من السكان، الرقم بتاع الاسهام يقرب. قال لا، ليه ما بتسهمش بالكم ده؟ لان بتستغل داخلي. طب تعال نشوف مع بعض ايه العوامل المؤثره في الزراعه في مصر. طالما بتتكلم على عوامل، قسم بقى، هتلاقي عندي عوامل طبيعيه وعندي عوامل بشريه. اتفقنا العوامل الطبيعيه انسان ملوش دخل فيها، زي موارد الميه. اتنين، التربه. ثلاثة، المناخ. دي عوامل ملوش دخل فيها. طيب العوامل البشريه، السياسات الحكومية. اتنين، العمالة الزراعية. تلاتة، نظام الري. اربعة، نظام الصرف. احفظ؟ لا ما تحفظش، تعال بالراحة كده. انا راجل عايز ازرع، عايز ايه؟ ارض، تربة، اروي، مية، حرارة ملائمة للحاجة اللي هزرعها، ده مناخ. انا اللي هزرع عمالة، هروي يبقى في نظم ري هتبعها. طب بعد ما اروي الارض المياه ده هصرفها، يبقى نظام صرف.
الدولة بتوجهني أزرع إيه ومزرعش إيه؟ سياسة حكومية بس، هي دي العوامل، مش محتاج أحفظها، محتاج بس أنا أتخيل كده لو أنا هزرع قطعة أرض عايز إيه؟ قدام العاملة أقسم بقى عوامل طبيعية وعوامل بشرية. طيب تعال نشوف مع بعض كده العوامل الطبيعية. أول حاجة موارد المية، بيقولي أهم حاجة عشان أزرع محتاج مية. طيب المصدر الرئيسي للمية عندنا في مصر، قال أولا في ثلاث مصادر للري في مصر، أو ثلاث مصادر لموارد المية في مصر. رقم واحد نهر النيل. طب رقم واحد أهو ده الأهم على الإطلاق، اعتماد مصر الكامل على نهر النيل. طيب ليه؟ لأن معظم مناخ مصر يقع في النطاق الصحراوي، ما عندش مطر غير على السواحل الشمالية ومطر مش كتير، فالاعتماد الرئيسي عندي على نهر النيل. طيب نهر النيل هل منبعه من عندي؟ لا، نهر النيل زي ما خدنا في الفصل الدراسي الأول منبعين، منبع موسمي في هضبة الحبشة الإثيوبي، منبع دائم هضبة البحيرات. الله، يبقى مصدر المية المنبع اللي جاي منه المية مش عندي، يبقى لازم أوطد أحسن أطور علاقتي مع دول حوض النيل. ليه؟ لأن هم اللي إحنا دولة مصب، هم دولة منبع، فلازم أوطد علاقتي معاهم عشان كمية المية، أو نلتزم بالاتفاقيات اللي بتنظم لكل دولة كمية المية اللي بتحصل عليها. طب لو جينا بصينا عندنا النهر النيل عندي زي ما اتفقنا، النهر النيل عندي شو، خلي بالك حتى من الرقم يقول لك ايه، تعتمد عليه الزراعة بنسبة كام؟ 99%، 99%، وال1% مجزأة، يبقى ده أهم مصدر على الإطلاق. طيب الرقم اتنين قال المياه الجوفية، خدت بالك ما قلتش الأمطار، اشوف الرقم اتنين في الترتيب المية الجوفية. ليه؟ لأن زي ما اتفقنا مصر معظمها يقع في النطاق الصحراوي، الأجزاء الشمالية بس اللي بتدخل في نطاق بحر المتوسط. طب المية الجوفية اللي عندي، المية الجوفية عندنا بتحط زي ما اتفقنا دي المصدر التاني عندي، رقم ثلاثة الأمطار، ولو بصينا للأمطار مركزة على الساحل الشمالي لمصر. فاكر لما جينا نقسم الأقاليم المناخية قلنا ايه؟ قلنا مع بعض من 0 ل 8 ده استوائي، من 8 ل 18 ده مداري، خلي بالك من اللي جاي بقى، من 18 ل 30 ده نطاق صحراوي. طب ومصر؟ مصر من 22 ل 31، يعني دايرة عرض بس اللي في نطاق بحر المتوسط، بقيت مصر نطاق صحراء، عشان كده حطت المطر مصدر ثالث. طيب تعال نسيب بقى، يبقى اتكلمنا على اول مصدر عندنا او اول عامل طبيعي عندنا موارد الميه، تعال نشوف تاني عامل، قال التربه، هزرع محتاج ميه محتاج تربه تنمو فيها النباتات. طب التربه في مصر المتنوعه بتنقسم بين نوعين، اول نوع عندي التربة الطينية، طيب دي مصدرها ايه التربة الطينية دي؟ قال نهر النيل، الطمي، سميه الطمي، ده نهر النيل جايبه وهو جاي معاه من هضبة الحبشة. طيب التربة دي موجودة فين؟ قال في دلتا النيل والوادي النيل منخفض الفيوم. طب تعال نشوف كده، دي خريطة مصر، أول حاجة قال دلتا النيل اللي بين فرعية دمياط ورشيد اللي خدناها في الفصل الدراسي الأول، بتمتد من سهل الطينة شرق بورسعيد حتى الإسكندرية. رقم اتنين قال الوادي اللي بادئ من جنوب الدلتا حتى بحيرة ناصر. تلاتة منخفض الفيوم، دي المناطق اللي فيها تربة طينية. طب يا مستر استنى، انت منخفض الفيوم ده في الصحراء الغربية؟ بس بيروى بماء النيل عن طريق بحر يوسف، طالما بيروى بماء النيل يبقى تربته مكونه من طمي النيل، عشان كده قلنا التربه دي تربه طينيه اساسها ايه؟ نهر النيل.
طب تاني نوع من انواع التربه عندنا التربه رمليه. تربه رمليه موجوده فين؟ قال في بطون الاوديه. طبعا الاوديه الجافه انا خدت في الفصل الدراسي الاول. اوديه جافه موجوده فين؟ صحراء شرقيه، الجزء القسم الجنوبي في سيناء، وادي العريش في الجزء الشمالي، وفي الواحات الخارجه الداخله الفرافره البحريه سيوه والساحل الشمالي. طب نشوف الكلام ده على الخريطه. طبعا السمه بتاعتها انها تربه يعني مش لزجه، تربه مسميه فيها فتحات بتتسرب الميه فيها كما تفتقر الى الماده العضويه. الله، يبقى الاخصب من صح التربه الثانيه. بس خلي بالك كل نوع من انواع النبات بيلائموا نوع من انواع التربه، وطالما تنوعت التربه يبقى هتتنوع عند الحصلات الزراعيه. طب تعال نشوف بقى الكلام اللي قلناه. ناخد امثله من الاوديه. وادي العلاقي كان من امثله الاوديه اللي عندي اللي فيها التربه الرمليه. طب تاني حاجه قلنا شمال سيناء، تالت حاجه الساحل الشمالي. دي المناطق اللي بتنتشر فيها التربه الرمليه، وهي تربه خفيفه تسرب المياه. زي ما اتفقنا طالما في تربه متنوعه يبقى النبات متنوع. طب تعال نفكر كده، ايه كمان اللي يؤدي الى تنوع النبات؟ التربه عملت التنوع في النبات اهو، لان كل نوع من انواع الحصيات الزراعيه محتاج لنوع من انواع التربه. ايه كمان؟ فكر. ايوه اهو العامل الثالث، المناخ. لو جينا بصينا عندنا في مصر هلاقي المناخ عندي بيظهر اثره على النشاط الزراعي في حاجتين: درجه الحراره. يا مستر انت لسه قايل دلوقتي ان معظم مصر في النطاق الصحراوي الحار، صح؟ معظم، واتفقنا جزء معتدل. طب تعال نشوف مع بعض الخريطه اهي. المناطق حرة في الجنوب طبعا هتلاقي معها حصيلات حرة زي ما هناخد الوقت بالتفصيل. اتنين، مناطق معتدلة اهي. طبعا احنا عملنا مجازا لغاية اقليم شبه صحراوي او شبه البحر المتوسط، دي مناطق معتدلة. طب تاني عنصر بيأثر عندي قال الرياح. طب ده بيبان فين؟ قال في رياح الخماسين. فكر كده في الفصل الدراسي الاول ما جينا نتكلم عنها قلنا رياح تأتي من الصحراء الغربية. طب فكر أكتر، اتفقنا إن الرياح بتحمل صفة المكان القادمة منه. الرياح جاية من صحراء، الصحراء فيها رمل، الصحراء الغربية قلنا معظمها رمل، بالإضافة إنها حارة، تبقى رياح حارة مضطربة تحمل أتربة ورمال فضر بالإنسان والحيوان والنبات. تعالى نشوف مع بعض كده الكلام اللي احنا قلناه. احنا اتفقنا مع بعض كده عندي ثلاث عوامل طبيعيه بتاثر عندي في 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 الحصاد الزراعيه. طب يا مستر انت اتكلمت عن المناخ. طب المناخ ما احنا قلنا حراره وضغط ورياح ومطر. شوف كده قلنا ايه؟ قلنا العوامل اللي ما جينا نعرف المناخ قلنا بتكون من ايه؟ حراره، ضغط، رياح، مطر. خدنا الحراره، طنشنا الضغط، خدنا الرياح، بعنا المطر. الضغط ماشي مش هيأثر على النبات، المطر ما بأثرش، احنا خدناه في مصادر الميه. ركز، خدناه في مصادر الميه. لما يجي لي بقى يقول لي اختر عناصر المناخ التي تؤثر على المناخ، وجيب اللي في الاختيارات: الحرارة بس، الحرارة والمطر بس، الحرارة والمطر والرياح بس، الحرارة والمطر والضغط والرياح. يبقى الأدق هي أيوة الحرارة، المطر، الرياح. طب المطر مش هنا، ما احنا خدناه واحنا بنتكلم على مصادر الماء، فما بكررش اللي قلناه. طيب يجي يقول لي إذا علمت أن النبات، وجيب له صورة أو أي نبات تلائمه تربة سيئة الصرف، فأي المناطق الآتية يزرع؟
وجيب لي بقى الصحراء الغربيه، الصحراء الشرقيه، شبه جزيره سيناء، الوادي او الدلتا، واحده من الاثنين. برافو عليك. طالما تربه طينيه لزجه يبقى يا اما الوادي يا الدلتا يا منخفض الفيوم، بس الباقي رمليه. احنا اتفقنا. السؤال لما بيجي بشكل ايه؟ غير مباشر. لو فتحت الكتاب ما وصلش الاجابه، لازم اكون فاهم اللي بقوله. يبقى كده اتكلمنا على النشاط الزراعي، واتكلمنا فيها على العوامل الطبيعيه. كده نقدر نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.